بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير بحلول العام الدراسي الجديد. نرجو الله لكم التوفيق والسداد، نرجو الله لكم الصحة والعافية. المحاضرة اليوم من مبادئ العلوم السياسية تتمحور في البداية حول مفهوم العلوم السياسية، ونبدأ بتعريف السياسة لغويا. السياسة تعني ساسة يسوس، بمعنى قادة ورؤسة، وتعني أيضا الترويض والتدريب على وضع معين، والتربية والتوجيه، وإصدار الأمر والعناية والرعاية والإشراف على شيء والاهتمام به والقيام عليه، كلها معاني لغوية لكلمة السياسة. وكلمة سياسة باللاتينية أو الإنجليزية بوليسي، فمفردها إلى الكلمة الإغريقية أو اليونانية بوليس، وتعني الدولة أو المدينة أو مكان تجمع المواطنين. يعني هي كلمة بالأصل يونانية. أما السياسة اصطلاحا فتعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، كما أن هناك العديد لكلمة السياسة من ناحية لغوية أيضا لها العديد من بالطبع التعريفات الاصطلاحية وأيضا الإجرائية. بداية كما ذكرت من التعريفات الاصطلاحية رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا أي تعريف قابل للقياس والتقويم حسب تعريف هارد لاسويل وهو عالم اجتماع أمريكي، بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا، أي المصادر المحدودة، الموارد المحدودة الموجودة في الدولة على وجه الخصوص، ومتى وكيف، أي دراسة تقسيم هذه الموارد في المجتمع عن طريق من؟ عن طريق السلطة التي لها الأحقية بتقسيم تلك الموارد. وهذا ينسجم أيضا مع التعريف الخاص بديفيد إيستون وهو عالم سياسة أمريكي، وعرفها الشيوعيون بأنها دراسة العلاقات بين الطبقات. الشيوعيون الماركسيون ينظرون أن هناك طبقتين في كل مجتمع، طبقة برجوازية تمتلك رأس المال وتمتلك وسائل الإنتاج وهي طبقة غنية، وأيضا هناك طبقة كادحة وهي الأغلبية، هي التي تعرف بطبقة العمال، هذه الطبقة المطحونة. أي عرفها الشيوعيون بأنها دراسة العلاقة بين الطبقات، بين الطبقة البرجوازية وطبقة العمال المطحونين، الطبقة الكادحة، والعلاقات بين هذه الطبقات والصراع بين هذه الطبقات. وأيضا عرفها الواقعيون بأنها فن ممكن، الواقعيون الذين يعتمدون على المدرسة الواقعية والنظرية الواقعية في السياسة، الحق للقوة والمصلحة التي بالطبع تحميها السلطة، بأنها فن الممكن، أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا موضوعيا. وعرفها سقراط الفيلسوف اليوناني بأنها فن الحكم، والسياسي هو الذي يعرف فن الحكم. وعرفها أفلاطون بأنها فن تربية الأفراد في حياة جماعية مشتركة، وهو أيضا فيلسوف يوناني، وهي عناية بشؤون الجماعة أو فن حكم الأفراد برضاهم، والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن. وهم بالطبع بالنسبة لهم أفضل الحكام هم الفلاسفة، وما يعرف بالفيلسوف الحاكم أو الحاكم الفيلسوف. وعرفها ميكافيلي وهو فيلسوف وسياسي إيطالي معروف، صاحب مقولة الغاية تبرر الوسيلة، بأنها فن الإبقاء على السلطة بأي وسيلة كانت، وتوحيدها في قبضة الحكام أو الحاكم بصرف النظر عن الوسيلة تحقق ذلك. فكما قلت وأشرت، هو صاحب مقولة الغاية تبرر الوسيلة، أي على الحاكم قدر المستطاع وبكل ما أوتي من قوة أن يحكم قبضته على الحكم، وأن يستخدم كل الوسائل التي
تتيح له القدرة على السيطرة وضبط الأمور في البلاد. ويرى الإسرائيلي وهو سياسي بريطاني أن السياسة فن حكم البشر عن طريق خداعهم. بغض النظر نحن نختلف مع هذه التعريفات أو لا نختلف، فهي تعتبر تعريفات منطلقة من فلاسفة ومفكرين في علم السياسة وعلم الاجتماع، وهي عادة ترتبط بواقعهم. التعريفات ترتبط بواقع المعرف. والسياسة في الفكر العربي والإسلام هي القيام بالأمر بما يصلحه، ليس الغاية تبرر الوسيلة، بل القيام بالأمر بما يصلحه. والمقصود بالأمر هنا هو أمر الناس، فكلمة أمر هي كلمة شائعة الاستعمال في العربية بمعنى حكم ودولة، أي المفترض أن تكون الإجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة، فليست السياسة هي الغاية التي تبرر الوسيلة. فما دامت في الإسلام والفكر العربي الإسلامي الغاية سامية، فأيضا يجب أن تكون الوسيلة محترمة ووسيلة مشروعة للوصول لتلك الغايات. وبشكل عام تشمل السياسة الشؤون التي تهم أو تهم الجماعة الإنسانية كافة. وقد تطور استخدام هذه الكلمة منذ القرن 13 إلى أن أصبحت تتناول كل ما يتعلق بشؤون العامة، بشؤون العامة وحكم الدولة وإدارة العلاقات الداخلية والخارجية والمشاركة السياسية والممارسة السياسية. بعد ما عرفنا السياسة لغة واصطلاحا، وأيضا طرقنا لتعريف إجرائي في هذا الصدد، وأنا أميل أكثر في تعريف السياسة اصطلاحا على أنها فن الممكن، يعني قدرة السياسي والحاكم أن يدير البلد وفق الإمكانات المتوفرة، وفق الإمكانات المتاحة للاستفادة، أقصى استفادة من هذه الإمكانات بما يحقق النفع على بلده وأبناء شعبه. نذهب إلى المبحث الثاني لنتعرف على علم السياسة نفسه. نبدأ في كلمة علم (science) تشير إلى الأنشطة المادية. كلمة علم تشير إلى الأنشطة المادية أو الفكرية التي تقوم على قواعد من المعرفة وعلى أسس من الأصول المنهجية، وتنطبق صفة العلم على تلك الأبحاث التي تصادف نتائجها قبولا أو تأييدا عاما بعد اجتياز مرحلتها التجريبية، كما هو الحال في العلوم التطبيقية. طيب دعونا نذهب من هذا المنطلق ونرى فعلا هل علم السياسة هو علم، أو يمكن أن نقول أنه فعلا كما يذكر البعض ويشير البعض أن علم السياسة لا يرتقي إلى أن يكون علما. ونحن بالطبع سوف نختلف مع هؤلاء لنؤكد أن علم السياسة هو علم، وعلم مستقل بذاته أيضا. فالسياسة بالعربية كما ذكرنا آنفا لا تعبر عن المعنى الأصلي اليوناني. الأصلي اليوناني كما ذكرنا كلمة سياسة بالأصل كلمة يونانية، والذي تعني المدينة. إذن هي تعبر عن المعنى الأصلي اليوناني كلمة بوليتكس بالإنجليزية، والذي تعني المدينة. لذلك درج المفكرين السياسيين الذين تأثروا بفكر فلاسفة اليونان على استخدام مصطلحي العلم المدني أو السياسة المدنية urban politics للإشارة إلى العلوم السياسية. المكونات للمجتمع اليوناني كانت في حينه منذ الأزل هي مجتمعات متعددة، ويطلق عليها مدن. لذلك كان يقال دولة المدينة، دولة المدينة في اليونان، حيث أن ترجمة أوربن تعني المدني أو الشيء المتعلق بالمدينة، والمدنية في حد ذاتها وإن كانت تعني الحداثة إلا أن أصلها يرجع إلى المدينة. لذلك نجد هؤلاء المفكرين
قد أخذوا المضمون الأصلي لكلمة المدينة بمعناها المدني وليس بمعناها الحداثي، ولم يعمدوا إلى استخدام مصطلح modern politics. modern politics يعني السياسة الحديثة أو المعنى كما ذكرنا المعنى بمعناها الحداثي، والذي يحمل دلالات مختلفة، بل أن البعض منهم ما زال يربط بين مفهوم السياسة بمعنى المدنية وبين فروع العلوم السياسية التي تتعلق بالنظم السياسية والحكومات، كما هو الحال لديهم بالنسبة لمصطلح السياسات المدنية. نجدهم أيضا يستخدمون مصطلحات الحكومات المدنية. هذا كله مرتبط في لبس عند السياسيين بفترة ما. دعونا نتعرف أكثر على هذا الموضوع، وسوف إن شاء الله يتم شرحه بطريقة يكون فهمها أكثر. إذا تم وضع ترجمة دقيقة لعبارة political science كما كان يقصد بها لكان الأصور ترجمتها بعبارة العلم المدني أو علم المدينة. لكن المفكرين المحدثين منذ عصر النهضة في القرن التاسع عشر ترجموا العبارتين ترجمة مغاير لأصل الكلمة اليوناني، استئناسا بالمعنى الضمني لا بالمعنى الحرفي. كيف يعني؟ المدينة أو الدولة عند فلاسفة اليونان لم يقصد بها الجنة. لما نحن تحدثنا أنه اليونان لما تحدث إن كانت من عدة مدن، عشان كنا بنقول عنها دولة المدينة، فالمدينة أو الدولة عند فلاسفة اليونان لم يقصد بها الجانب المادي من الحياة العامة من المدينة أو الدولة، وإنما قصد بها إيش؟ الأصول التنظيمية لهذه المدينة. يعني المدينة مش معنى مدنية، لا، إنما هي بما تحويه من تنظيمات وتنظيم لهذه المدينة بما يكفل مصالح المجتمع. وعادة التنظيم يدخل فيه أيضا مفهوم سياسي، لأن عادة المنظمين هم يكونوا من الساسة ومن الحكام، إنما قصد بها الأصول التنظيمية التي تهدف إلى إقامة حياة صالحة. فالمجتمع المثالي ووضع القواعد التي تكفل لها مقومات الاستقرار والنظام والتقدم. لذلك تم ترجيح استخدام عبارة علم السياسة على عبارة علم المدني أو العلوم المدنية أو علوم أيضا المدينة. إذن هو علم السياسة وليس علم المدينة، لأنه حتى المدينة رغم أنه هذه الكلمة أصلها يوناني، وترجع كلمة السياسة لأنها أصلها يوناني وترجع إلى المدينة، ولكن ليس لا يقصد بها المدينة من المدنية، بل المدينة ما يعني ضبط هذه المدينة إداريا وتنظيميا وسياسيا. وهذا يعود بشكل أساسي بالطبع إلى علم السياسة، لأنه من يقوم بذلك هم الأجدر بهم، هم الذين يقومون بكل هذه الأمور هم السياسيين. طيب، هل السياسة علم أم هي نتاج مهارات شخصية؟ هل السياسة علم أم هي نتاج مهارات شخصية؟ العلوم السياسية تعد بمثابة علما. لماذا؟ لأنها تقوم على حقائق واقعية وتستهدف تحقيق الاستقرار والانسجام في المجتمعات الإنسانية، إلا أنها شأنها شأن العلوم الإنسانية كافة، تختلف عن العلوم التطبيقية نتيجة لاختلاف المشكلات السياسية من بلد لآخر ومن زمن لآخر، وبالتالي ليس هناك مقياس نمطي محدد يمكن اتباعه. وعلم السياسة شأنه شأن سائر العلوم الإنسانية كما ذكرت، علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والجغرافيا والتاريخ. تعتبر الإنسان هو محور التحليل، والإنسان بطبع صعب ضبط سلوكه وأفكاره في قانون محدد، حيث يتغير من بيئة أخرى ومن زمن لآخر ومن حرة عمرية لأخرى، طفولة ورجولة وكهولة. هذا بخلاف أن الإنسان عادة لا يبوح بأسراره، مما يصعب محو الحصول على قاعدة بيانات صحيحة، وهذا ما جعل البعض يعمد إلى محاولة نزع البعد العلمي عن السياسة. وهذا إذا فسرناه بهذه الطريقة سوف نزع العلم على كل العلوم الإنسانية، لكن ما ينطبق على العلوم الإنسانية ينطبق على علم السياسة. لذلك أقول علم السياسة لا، هو علم وعلم مستقل، إلا أن ما يؤكد البعد العلمي للسياسة كعلم نظري هو أن العلوم التطبيقية نفسها وما يتصل بها من قواعد علمية ليست لها في الواقع صفر التباد. ما في شيء بنظرية المعرفة، لا علوم إنسانية ولا علوم تطبيقية، يتبع صفة التبات والمطلق
كل شيء متغير. النظريات اليوم صواب، غدا ممكن أن نكتشف أشياء أخرى وتصبح فيها أخطاء. فلا يوجد شيء ثابت إلا وجود الله عز وجل. إذن ما يؤكد البعد العلمي للسياسة كعلم نظري هو أن العلوم التطبيقية نفسها وما يتصل بها من قواعد علمية ليست لها في الواقع صفة الثبات والاستمرار، ولكنها مسألة نسبية. فكثير من قوانين الطبيعة والكيمياء والفلك قد تغيرت نتيجة التطور الفكري والمادي للبشر، ومن هنا اقتربت من القوانين التي تخضع لها العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، وهي العلوم السياسية بالطبع ضمن العلوم الاجتماعية، ووصلت كلها إلى مستوى واحد. ولم يعد هناك مبرر للقول بأن قوانين السياسة أقل ثباتا من غيرها من القوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية، رغم أنه قد تكون أن العلوم التطبيقية بالفعل أكثر ثباتا نوعا ما من العلوم الاجتماعية من حيث النظريات ومن حيث القوانين. وإذا كان هناك صعوبة في شروط انطباق قوانين على علم السياسة على الظاهر السياسية، فلذلك لا ينفي وجود قوانين تحكم الظاهرة السياسية. يعني في صعوبة في الانطباق، طبعا في صعوبة لقوانين علم السياسة على الظاهرة السياسية، لكن هذا يعني ننفي وجود قوانين تحكم الظاهرة السياسية؟ لا، لأن القوانين السياسية كغيرها من القوانين لا تتحقق نتائج إلا بتحقق شروطها. طيب، دعونا طلبتنا الأحباب الأعزاء نذهب إلى أهمية علم السياسة. إذا اتفقنا أن هذا علم السياسة علم، دعونا نتعرف على أهمية علم السياسة. الإعداد العلمي والمهني لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، أول حاجة. فهم الترابط بين أجزاء العملية السياسية، وبالتالي تفسير ما يدور في الساحة السياسية كمقدمة ضرورية لاتخاذ القرار بشأن التحرك السياسي الملائم. هذه كلها أهمية لعلم السياسة، أهمية لدراسة علم السياسة، أهمية للسياسيين اللي لازم يكونوا أيضا دارسين علم السياسة، لأنه لما السياسي أيضا يكون دارس لعلم السياسة بالشكل المناسب حيكون عنده قدرة على التعرف على المجريات السياسية وقدرة أكثر على التحليل واتخاذ القرارات بشكل صائب. أهمية أخرى لعلم السياسة فتح أفاق العقل التعامل مع الأحداث بطرق حكيمة بنظرة واقعية، القدرة أيضا على تحقيق الأهداف بأفضل النتائج بأقل التكاليف، أيضا تنمية المهارات السياسية للأفراد وبالذات تلك المتصلة بصنع القرار ومهارات التفاوض وفن التعامل مع الناس. تلك المهارات مهمة للأفراد بغض النظر عن الحقل الذي سيعملون فيه عند التخرج. أيضا التمييز بين السياسة كعلم وفن ومبادئ وأخلاق وبين السلوك السياسي الذي قد يتطلب الإصلاح. بمعنى يعني السياسة هو عبارة عن علم، والعلم عادة هو علم محترم يحتوي على مبادئ، على قيم، على أخلاق، يدعو إلى الغايات النبيلة، يعمل على صقل الخبرات دارسي علم السياسة ليستطيعوا أن يحكموا البلاد بشكل ديمقراطي يعود بالنفع على أبناء البلد، ولكن قد يتخرج من دارسي علوم السياسة من يمارس السياسة بشكل سلبي، لكن لا دخل لعلم السياسة في ذلك. فعلم السياسة علم محترم، وإن مارس البعض سلوك غير إيجابي، سلوك غير سلبي، فهذا ليس ذنب علم السياسة. دعونا نفرق بين السياسة كعلم ومن يمارس السياسة كسلوك وقواقع عملي. دعونا نتعرف على تطور علم السياسة. تطور علم السياسة، أصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، يعني حديثا. وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس سنة 1872 ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسة، وتأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية. صار يدرس
في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأمريكية بصفة خاصة. يعني كان في الأول مش معترف فيه كعلم، وقد أدى وجود عوامل إلى تهيئة الجو الملائم لنمو هذا العلم، مثل الحرية الفكرية، تقدم العلوم الاجتماعية بصورة عامة، والشعور بالحاجة إلى علم السياسة. لا، أصبح العالم فعلا بحاجة لإعداد قادة سياسيين وإداريين قادرين على أنهم يديروا البلد بالشكل المناسب، وهذا يحتاج فعلا لدراسة ولعلم لصقل قدرات السياسيين بالطبع السياسية لإدارة البلد وفق الإمكانات المتاحة بما يعظم المنفعة لشعوبهم لشعوبهم. وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية الاستشرافية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح، اللي كلها طبعا إن شاء الله هذه هنعرفها بالتفصيل، هنعرف إيش معنى إيش الأحزاب السياسية وإيش الرأي العام والجماعات الضغط وجماعات المصالح وإيش الفرق بين هذا كله إن شاء الله في الفصول القادمة من هذا الكتاب وغيرها، خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدث تطورا منهجيا جديدا جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة. وقد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمنهاج الاستقرائي والتحليل الأمريكي، مما أحدث تحول تدريجي صالح هذا الاتجاه. وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، يعني من سنة 1939-1945 قبل 1939، على أنه فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية، يعني هو فرع منهم مش مستقل. الاتهام على وجه ما بالحياة السياسية، وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفذ به علم السياسة، انطلاقا من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة والعلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن تعترف له بموضوع خاص ينفرد عن سائر العلوم الاجتماعية، يعني علم ضمن هذه العلوم ولكنه غير مستقل. إلا أن الأمر اختلف متى؟ اختلف بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد سنة 1945، وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل، وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة. كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاد جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى. يعني أصبح علم السياسة وفق الضرورة هو علم مستقل، هو علم مستقل عن باقي العلوم، وليس من ضمن هذه العلوم، وليس له فرع ومضمون خاص يستحق أن نقول أنه هذا علم مستقل، لكن لا، أثبت الضرورة أن علم السياسة بالفعل الضرورة والواقع طبعا أنه علم مستقل بذاته، وله موضوعات مستقلة جدير أن يدرسها، وأن نقول فعلا موجود علم السياسة وهذا علم رائد. دعونا ننطلق ونتعرف على فروع علم السياسة. فروع علم السياسة، طبعا لعلم السياسة العديد من الفروع، ولكن نحن نختصرها بهذه الفروع الرئيسية الأربعة، وهي بحد ذاته هذه الفروع تتفرع إلى العديد 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 من الفروع الأخرى. من أجل وضع حل وجود العديد من الموضوعات التي تدرج ضمن علم السياسة، اجتمع عدد من علماء السياسة في باريس سنة 1948 في أيلول تحديدا برعاية منظمة الثقافة والعلوم اليونسكو، بهدف تكوين جمعية عالمية تتم بشؤون علم السياسة. وقد تم تأسيس الجمعية الدولية لعلم السياسة، وقامت بتحديد موضوعات ومجالات علم السياسة الأربعة الرئيسية، اللي كما ذكرت هناك مجموعة واسعة من الفروع تأتي تحت مظلة هذه الفروع الرئيسية الأربعة. الفرع الأول للعلم السياسي النظرية السياسية، واللي بتشمل النظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسي، وبالطبع المتخصصين في علم السياسة يجب أن يدرسوا النظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسي. وأيضا هناك النظم السياسية، وتشمل الدستور، الحكومة المركزية، الحكومة الأقليمية والمحلية، الإدارة العامة، وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، والنظم السياسية المقارنة. وهذه النظم السياسية المقارنة والقانون الدستوري يدرسها طلبة العلوم السياسية، ويدرسها أيضا طلبة
القانون، وفي بعض الأحيان يدرس بعض هذه النظم، أي النظم السياسية والإدارة العامة والحكم المحلي، أيضا طلبة الإدارة. الأحزاب والرأي العام تشمل الأحزاب السياسية، جماعات الضغط، دور المواطن في الحكم والإدارة، الإدارة الرشيدة والرأي العام. يدرس طلبة أيضا العلوم السياسية والحكم الرشيد، ممكن أن يدرس أيضا طلبة الإدارة خاصة في الدراسات العليا. أيضا هناك فرع رابع، العلاقات الدولية وتشكل السياسة الدولية، وهي تشمل طبعا هذا الفرع السياسة الدولية، التنظيمات والإدارة الدولية، طبعا التنظيم الدولي، القانون الدولي، المنظمات الدولية. إذن هذه الفروع الرئيسية لعلم السياسة التي بالفعل تشمل مجموعة كبيرة من الفروع الأخرى لعلم السياسة. هذا والله ولي التوفيق، وبإذن الله المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتطرق إلى علم السياسة وعلاقته بالعلوم الأخرى. نرجو الله لكم التوفيق والسداد والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.